مع أو ضد تدخل الدين في الأمور السياسية، أو أنت مع فصل الدين عن الدولة؟ أنا مع تدخل الدين. مع ده أنت ضد العلمانية، ضد هذا الفكر اللي كيفرق كيقولك ما هو سياسي يبقى سياسي وما هو ديني يبقى في علاقتنا مع الله. لا علاقتنا مع الله، شوفي لمشينا في أي حاجة قالها لنا الله غنكونوا مزيانين أكثر، غير هي ما نكونوش تجار دين، ما نكونوش كنستعملوا الدين في شي حوايج اللي باغين غير كنطلعوا على ظهر الدين باش نخدموا في السياسة. واضح المساج.